لاعب نادي النصر الكابتن عمر هوساوي. يعطيك العافية كابتن. في الظهير الأيمن اليوم في هذه المباراة ما بين الدفة الهجومية والدفاعية، معلومات مغايرة عن المباريات الأخرى في هذه المنطقة بالتحديد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، هارد لنا ومبروك لنادي الفيحة، ما قدمنا المستوى اللي يشفعنا أن نفوز. وبالنسبة للخان يعني هذه احتياجات الفريق، تعرف كان في نقص في خانة الظهير اليمين، والمدرب كلمني وأنا ما عندي مشكلة، يعني أنا في خدمة الفريق يعني. كابتن خالد الغامدي كان متواجد في دكة البدنة، ربما أنه التساؤل حول هذا التواجد. هو موجود يمكن شهر مو هو بجاهز، يعني تعرف أنت رتم مباريات، يعني خالد ما لعب يمكن حول شهر، فعشان كذا يعني كانت الخيارات محدودة. والحمد لله على كل حال، في الأول والأخير يعني إن خسرنا 3 نقاط، يعني قاعدين نواصل في نزف النقاط، وإن شاء الله تزين الأمور بإذن الله في القادم. تواجدك اليوم في الظهير الأيمن، هل هو فقط لسد الخانة أم أنه هناك أدوار هجومية وأدوار دفاعية مختلفة؟ الكل عارف أنه ما عندي أنا الأدوار الهجومية، أدوار دفاعية بحتة. وزي ما قلت لك يعني الخيارات كانت محدودة يعني، والحمد لله. فنيا مقنع النصر اليوم؟ ما قلت لك من البداية ما كنا كويسين، ما كنا نستاهل الفوز. ومبروك للفيحة، ما قصر حبيبي، الله يسعدك. شكرا للكابتن عمر هوساوي.